استاذ عبد الباسط. الخبر الاولاني بعد اصابه الونش والكلام كتير على حسام عبد المجيد، هل هيلعب مع الزمالك مباراه السوبر ولا لا؟ خلينا اقول لك نرجع بس شويه لورا، انه كان في اتصالات بين النادي الاهلي وبين الكابتن محمد بركات قبل ما يستدعوا اللعيبه، لان هو واخد من النادي الاهلي رافت خليل ومصطفى سعد ميسي ومغربي ونبيل كوكا ومحمد اشرف وحمزه علاء، واخد من الزمالك ثلاث لعيبه، محمد طارق، حسام عبد المجيد، حسام اشرف. الاهلي كان عنده شرط ان انت هتاخد اللعيبه دي، انا هتفاوض معاك على ثلاثه او اثنين لعيبه اخدهم منك بعد المباراه الاولى. ده قبل ما يحصل موضوع الزمالك وحسام عبد المجيد. ولكن خليني اقول لك بقى انه في الكواليس انه الاهلي والزمالك متفقين ان هم هياخدوا بعض اللعيبه بعد المباراه الاولى، بس الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي مش عايز يعلن غير لما يلعب المباراه عشان اللعيبه وتركيزها المباراه الاولى ونتيجتها، لان هو عنده الماتشين دول مؤهلين للمرحله اللي جايه. ان انت مش المفروض ان الزمالك متفق على حسام عبد المجيد يلعب مع الماتش الاولاني مع المنتخب وبعدين يرجع تاني يبقى مع الزمالك وبعدين يرجع لهم تاني عشان يبقى موجود؟ هو في كلام كتير الفتره اللي فاتت، احنا حسام لازم يجي، حسام لازم يجي عشان خاطر السوبر. الاتفاق كان اتفاق ودي دلوقتي. الموضوع دخل في الجد انه احنا كنا ممكن نسيب، لو لا قدر الله المنتخب عنده مشكله في الماتش الاولاني فاحنا ممكن نسيب لكم اللعيبه، لكن دلوقتي خلاص عندك مشكله، ما عندكش مشكله انا هاخد لعيبتي. فبنسبه كبيره الزمالك عايز حسام عبد المجيد وممكن ياخد محمد طارق، بالنسبه كبيره النادي الاهلي برضه هياخد بعض اللعيبه من المنتخب على اساس ان مباراه العوده للمنتخب الاولمبي يوم 28 يوم 30، ماتش السوبر يوم 28، فيخرجوا من المعسكر يلعبوا المباراه دي ويلعبوا تاني عشان الماتش هيكون هنا في القاهره، فده يسهل الامور. ده هيتم بعد يوم 23 اللي هو يوم الاحد بعد مباراه المنتخب الاولمبي. في تفاهم على ده ولا هيبقى في تفاهم؟ لانه بطبيعه الحال يعني هي مش فتره اجنده دوليه، اللعيبه من حق الانديه عشان بس نكون منصفين، ولكن ما يحدث هو تعاون من الانديه مع المنتخب المصر مع منتخب مصر. غير كده هو الناس دي مشكوره فهيرجع لهم اللعيبه علشان ان هم يلعبوا معاهم ماتشاتهم او ماتش السوبر بالذات اللي عليه الازمه يعني. عظيم.